أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة إسوارة. اليوم سأريكم طريقة عمل تنين بالمطاط. كل ما ستحتاجين إليه هو مطاط وآلة وكروشيه. يلا نبدأ. أول شيء سنقوم به هو سنأخذ مطاطة من لون، يعني أي لون تريدونه. أنا اخترت اللون الأسود. سألفه مرتين على الكروشيه بهذه الطريقة، وسأخذ مطاطتين من لون آخر سأدخلها في الكروشيه بهذه الطريقة، وسألف عليها المطاطة الأخرى بهذا الشكل. سأقوم بلف المطاطة في هذا الصف، وسأقوم بنفس العملية حتى أكمل هذا الصف بكامله. نفس الشيء سأعيد مرة أخرى. سأخذ اللون الأسود سألفه على الكروشيه بهذه الطريقة، ثم سأخذ مطاطتين من لون آخر، ثم أدخل المطاطة اللون الأسود بهذا الشكل، ثم ألفها على الآلة. نفس العملية سأقوم بها حتى أكمل هذا الصف. بعدما أكملنا هذا الصف سأخذ ثلاث مطاطات من لون مختلف أدخلهم في الكروشيه بهذه الطريقة. سأخذ مطاطة أخرى سأدخلها مرة أخرى في الكروشيه، ثم بعد ذلك أضعها في هذه النقطة. سنقلب الآلة وسنبدأ في لف المطاطات. سأخذ المطاطتين من اللون الأحمر وألفها على النقطة الموالية وهكذا دواليك. إلى أن أنهي هذا الصف كما ترون. الآن سنقوم بإزالة المطاطة من الآلة بطريقة سهلة جدا بهذا الشكل. وهكذا سنكون حصلنا على ديل التنين. بعد ذلك سنضع ديل التنين جانبا، وسأنتقل إلى طريقة عمل رأس وعنق التنين. الآن سنقوم بصنع طريقة عمل رأس وعنق التنين. سأخذ مطاطتين وسأبدأ من هذه النقطة، سألفها على هاتين النقطتين بهذا الشكل، مطاطتين أخريتين، و
بعد ذلك سأخذ مطاطة، أنا اخترت اللون الوردي، سألفها على الكروشيه 3 مرات. سأخذ مطاطتين من اللون الأحمر وسأحاول أن أدخل هاتين المطاطتين في مطاطتين باللون الأحمر. هذا الشكل سأضع المطاطة في هذه النقطة، النقطة الموالية، بعد ذلك سأخذ مطاطتين وسألفها على هذه النقطة إلى جهة اليسار وسأكمل الصف. إلى أن أصل إلى هذه النقطة ثم بعد ذلك أضع مطاطتين من هذه النقطة إلى هذه النقطة، سأقوم بنفس الشيء للجانب الآخر. الآن سنقوم بطريقة عمل الأذنين. سأخذ مطاطة من لون وردي، أنا اخترت لون وردي، يمكنكم اختيار الألوان التي تعجبكم. سأدخلها في الكروشي وسألفها 4 مرات ثم أخذ مطاطة أخرى وأدخل المطاطة بهذا الشكل، بهذا الشكل، ثم بعد ذلك أدخل الطرف الآخر في الكروشيه وأخذ مطاطة أخرى وأدخلها بهذا الشكل كما ترى. هذا يعتبر أذن التنين. سألفها على هذه النقطة وستقومون بنفس الطريقة لطريقة عمل أذن أخرى. لنفس الطريقة وستضعوها في هذه النقطة بهذا الشكل. الآن راح أوريكم كيف نعمل لسان تنين. سأخذ مطاطة سألفها 3 مرات على الكروشيه، سأخذ مطاطتين أخريتين سأضعهما في هذه الحافة ثم أدخل المطاطة في المطاطتين بهذه الطريقة، شوية صعبة بس نحاول نعملها كده. سألف المطاطة الأخرى، سأدخل المطاطة الأخرى الجانب الأخرى من المطاطات في الكروشيه، سأخذ مطاطتين أخريتين سأضعهما بهذا الشكل وأدخل المطاطة الأخرى بهذا الشكل
تركب بنفس الطريقة. أحتاج إلى مطاطة أخرى، ثم أدخل جميع المطاطات في هذه المطاطة. بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك سأخذ الآلة، راح أحط المطاطة بهذا الشكل. ما ترى؟ خطأ تقني، عفوا. سأخذ المطاطة من اللون الأسود، سألفها مرتين وسأضعها في هذه النقطة. إلى النقطة الأخرى سأخذ مطاطة أخرى، سأقوم بنفس الطريقة. ثم بعد ذلك أخذ مطاطة، أنا اخترت اللون الوردي، سأضعها بهذا الشكل كمثلث كما ترون. ثم بعد ذلك سأخذ 3 مطاطات من اللون الأحمر ومطاطة واحدة من اللون الأسود، سأقوم بلفها مرتين. أضعها في الكروشي بهذه الطريقة وأدخل المطاطة السوداء بهذا الشكل. ثم بعد ذلك أحط المطاطات بهذا الشكل إلى أن أكمل هذا الصف، أو لا أكمل 6 مطاطات. سأقوم بنفس الطريقة. بعد ذلك بعدما انتهينا من هذا الصف سأخذ مطاطة، يعني سأعيد، سألفها مرتين على الكروشيه وأضعها في هذه النقطة. أخذ مطاطة ثانية وأقوم بنفس الطريقة، سألفها مرتين، سأضعها بنفس الطريقة. المرحلة الموالية التي سأقوم بها هو أن أقلب الآلة إلى الجهة الأخرى، ثم سأبدأ بلف المطاطات. سأخذ المطاطات التي تحت، يعني هاد،
تكونوا حذرين. ديروا أن تلفوا جميع المنطقة ثم ألفوها بهذا الشكل. هنا سأحاول أن ألف، أنا أبدأ من جهة اليسار وسألف هذه المطاطتين. سنأخذ هاتين المطاطتين كما ترون هاتين، سألفها على الجهة اليسرى بهذا الشكل، ثم بعد ذلك سأخذ مطاطتين هاتين ألفها على هذه الجهة، ثم بعد ذلك سأنتقل للوسط وسأخذ لسان التنين وسألفه على هذه النقطة، ثم بعد ذلك سأقوم بلف المطاطتين بهذه الطريقة على هذه النقطة، ثم بعد ذلك سأرجع اللسان إلى مكانه. بعد ذلك سأقوم بنفس الطريقة لهذا الصف من الجهة اليسرى. سأحاول أن أخذ هذه المطاطة وألفها أضع مطاطة باللون الوردي جانبا لألف المطاطتين اللي تحت على النقطة الموالية. سأقوم بنفس الطريقة، سأخذ هاتين المطاطتين وألفها على هذه النقطة. بهذا الشكل بعدما انتهينا من هذه الجهة، من الجهة اليسرى سأنتقل إلى الجهة اليمنى. سأقوم بنفس الطريقة، سأخذ المطاطات اللي تحت سألفها على المطاطة الأخرى نفس الطريقة. سأقوم بلف هاتين المطاطتين اللي تحت ثم بعد ذلك سأنتقل إلى الوسط، أقوم بلف المطاطة إلى أن أصل إلى هذه النقطة. بعدها سأخذ مطاطة أخرى، سأدخل الكروشي في هذه النقطة بهذه الطريقة. سأقوم بلف المطاطة على الكروشي وأدخلها في الآلة.
ثم بعد ذلك سأزيل المطاطات من الآلة. الأفضل أن أستعمل الكروشيه. وهكذا سنكون حصلنا على رأس التنين بهذا الشكل. سنضعه جانبا وسننتقل إلى مرحلة أخرى. سنحتاج إلى 4 أرجل وسأريكم مثال أو طريقة عمل الأرجل. سأخذ 3 مطاطات وسأبدأ من هذه النقطة. 3 مطاطات، ويمكنكم أن تستعملوا 4 مطاطات يعني على حسب ذوق كل واحد فيكم. 3 مطاطات أخرى هيدي. سأخذ مطاطة واحدة سألفها على الكروشيه 3 مرات. أو يمكن ألفها على إصبعي أحسن. تجيني سهلة في اللف. سامحوني إيدي بيتعرقوا كتير. ثم بعدها ألفها على أقلب الآلة. بعدين ألف المطاطات بهذه الطريقة. بعدين سأزيل المطاطات. هكذا سنكون حصلنا على رجل. احنا نحتاج الى 4 أرجل. انا عندي هون 3 أرجل يعني استعملوا نفس الطريقة. وشوفكم لما تنتهوا من طريقة عمل صناعة الأرجل. الآن سنقوم بطريقة عمل جسم التنين. سأخذ مطاطتين وسأضعهما على هذه النقطة بهذا الشكل. سأخذ مطاطتين أخريتين سألفهما. نحاول ننزل المطاطتين تحت. يعني 4 مطاطات ثم 5 مطاطات. سأضع مطاطتين من هذه النقطة إلى هذه النقطة. سأبدأ من الجهة الأخرى جهة اليمين. سأضع المطاطات بهذه الطريقة. سأكمل باللون البرتقالي. أنا كنت حابة يعني أكمل باللون الأحمر بس اللون الأحمر خلص عندي.
راح اكمل باللون البرتقالي. طبعا انتو يمكنكم تكملوا باللون الاحمر او اي لون اخر تريدونه. تحصلون على هذا الشكل، ثم بعد ذلك سأخذ مطاطة من اللون الأسود، سأضعها في الكروشيه، سألفها بهذه الطريقة مرتين، سأخذ مطاطتين وسأدخل المطاطة السوداء في المطاطتين الأخريتين، ثم بعد ذلك أضعها هذه النقطة إلى هذه النقطة بهذه الطريقة، وسأقوم بنفس الطريقة إلى أن أكمل الصف. المرحلة الموالية سأخذ الأرجل سأدخل مطاط الكروشيه بهذه الطريقة، وسأضع الرجل الأولى في هذه النقطة، أدخلها بهذه الطريقة، ثم أضع نفس الشيء، قم بنفس الطريقة، أضع الرجل الأخرى في النقطة المقابلة لها، أدخل المطاطات في الكروشيه، قم بنفس الطريقة. سأخذ مطاطتين سألفهما على هذا الثلاثي، سأخذ مطاطتين أخريتين ألفهما بهذا الشكل على هذا الثلاثي، مطاطتين أخريتين آخر ثلاثي، وبعدها سأخذ مطاطة واحدة وسألفها على هاتين النقطتين كما ترون. بعد ذلك سأخذ ديل التنين، سألفه يعني هنا عندي يعني ظهر أو ديل التنين، سأحاول أن ألفه بهذه الطريقة كما ترون. بهذا الشكل، وبعد ذلك سأخذ الرأس بهذا الشكل، سأقلبه
وسألفه على هذه النقطة بهذا الشكل كما ترون. بعد ذلك سأقلب الآلة وسأبدأ في لف المطاطات. أول شيء سأقوم به هو سألف المطاطتين هاتين المطاطتين كما ترون على هذه النقطة اللي في الوسط. يعني كونوا حذرين وحاولوا يعني أن تلفوا المطاطات اللي صح. بعد ذلك سأقوم بلف المطاطة هاتين المطاطتين إلى جهة اليسار بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك سألف هاتين المطاطتين إلى جهة اليمين. وراح يصير عندنا هذا الشكل كما ترون. بعد ذلك سأقوم بلف المطاطتين في هذا الصف إلى أن أصل إلى هذه النقطة. يعني دائما سألف المطاطتين لتحت. يكونوا حذرين حتى تلفوا المطاطات اللي لازم تتلف. شوية العملية بدها شوية تركيز. لازم ألف هذه المطاطة اللي هنا. أقوم بنفس الشيء من جهة اليمين. إني ألف المطاطتين اللي تحت بهذا الشكل. قم بلف هاتين المطاطتين هذه الطريقة، ثم بعد ذلك سأخذ مطاطة واحدة كما ترون، أو عفوا نسيت الوسط. بعد ذلك سأقوم بلف المطاطات اللي في الوسط إلى أن أصل إلى هذه النقطة. سأقوم بإدخال كروشيه بهذه الطريقة. سأدخل المطاطة من تحت، في مطاط كتير. يعني نفس
طريقة. والآن سنخرج المطاطات من الآلة. قريبا قد انتهينا من العملية. تكون شوية صعبة بس نحاول نخرج المطاطات. حاول استعمل كده. نكون قد حصلنا على تنين بهذا الشكل. طبعا لازم شوية رتوش. المطاطا هو اصلا دائما لما تنتهي من عمل شيء بالمطاط لازم شوية رتوش. تحاول يعني تعمله تنين. لازم نضبطه شوي. والعنق هيك بس انا بدي اطلع العنق. في هون عندي مطاطتين، راح اخذ مطاطة واحدة سادخله رأس تنين. هذه الطريقة. ان شاء الله اتمنى انه هذه الحلقة تعجبكم، واتمنى انكم تشاركوني بارائكم واقتراحاتكم، وفي خانة التعليقات. و please don't forget to subscribe to my channel. bye bye.